السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. إن شاء الله بإذن الله يعني خلاص قربنا نشطب أهو. ابتدينا نرصينا طبعا دي الأجهزة الصوتية الصبات والسماعات، ودي شاشات LCD صغيرة، وهنا طبعا رصينا كل حاجة. هنا دوائر الصفر زي ما انتم شايفين حضراتكم، هنا في الكرتونه معايا دي كلها دوائر صفر، كرتونه كبيره جدا مليانه صفارات، دوائر صفارات، ودي شاشات تلفزيون. وهنا دي برضو دي قطع غير اجهزه صوتيه، حاجات قديمه على جديده على كلها. وهنا تلفزيون زي ما انتم شايفين حضراتكم جبناه هنا. لسه بننظم شويه تاني ان شاء الله. دي مساطر الليد قديمه، مساطر احنا بنشتغل بيها كلها، مساطر طبعا مليانه. وطبعا اجهزه الكمبيوتر معايا، كيس واجهزه اللابتوب بتشغل فيهم، لكن وقفت شغل في اجهزه الكمبيوتر. وهنا زي ما انتم شايفين حضراتكم عملنا هنا ارفف، هنا في السفارات معايا، والرف اللي قدامنا ده التاني ده فيه دوائر، فيه بورا شاشات ماذر بورد، وهنا في ريسيفر ميني اتش دي. هنا برضه الشاشات اللي هي اللي شغاله معايا دي، برضه الشاشات اللي هي قطع غيار معايا، باخد منها قطع غيار زي ما انتم شايفين حضراتكم ايه. دي كلها برضه قطع غيار معايا، شغل الشاشات LCD والLED. وده الرف التاني اهو، طبعا رصينا عليه فيه فوق. هنا دي الحاجات اللي تخص الكمبيوتر، طبعا وقفت شغل الكمبيوتر لكن عندي بعض البرد وبعض الباور سبلاي الاوريجينال. الباور سبلاي ده انا بستخدمه في شغل يعني معايا، انا ممكن اعمل منه باور سبلاي زي اللي معايا ده. ده باور سبلاي انا عامله، يعني انا مصممه، ما هو مش تصميمه كده، ما كانش فيه الشاشات دي انا اللي مركبها، وصممته لشغل الهواتف معايا. وزي ما انتم شايفين حضراتكم ده وضع الشغل الجديد بتاعنا. طبعا هنا فيه برضو عشان اوضح لحضراتكم، هنا فيه سماعات شاشات، لما انا سماعات الشاشات هنا كلها دي قطع غيار، يعني عدد بتاعتي انا كرتونه فيها عدد دفتات على مفكات على كابلات على يعني شويه حاجات كده، شويه عدد معانا. وده الشكل بتاعنا النهائي ان شاء الله، لكن في شويه شغل تاني، لكن لسه شويه تاني ان شاء الله باذن الله نبدا نظبطهم، لكن واحده واحده عشان نشتغل. لان انا دي لفتره حوالي من 10 ايام وانا بظبط هنا، ولسه ما يعتبر ما اشتغلتش، عشان كده احنا متاخرين في تنزيل الفيديوهات. هنا دي الشواحن اللي معايا، شواحن اوريجينال كلها، يعني شواحن تخص لابتوب، شواحن ريسيفر، طبعا فولتات متعدده، في 20 فولت وفي 5 فولت وفي 3 و3 وفي 12، وطبعا كل معظم الشواحن اللي هنا دي استيراد. والشواحن LG، شاشات LG، ادابتر LG زي ما انتم شايفين حضراتكم كده على ناب المنظر ده. لو اي حد عنده يعني اقتراح او اي حاجه ان احنا نعمل حاجه مثلا، او نظبط في المكان حاجه تاني بالنسبه للترتيب اللي احنا مرتبينه ده، ممكن يقول لنا في التعليقات. يعني ادينا بناخد راي حضراتكم، انا بنشر الفيديوهات دي علشان يعني لو في حد عنده راي يشاركنا، وبرضه علشان حضراتكم يبقى عندكم علم احنا بنعمل ايه عشان تنزيل الفيديوهات والشغل بتاعنا. طبعا اتاخرنا في تنزيل الفيديوهات شويه، طبعا هو لسه باقي يعني المشكله عندنا في الاضاءه، لسه طبعا في شغل اضاءه هيتعمل هنا، لكن واحده واحده بقى، لان الواحد تعب بصراحه وحاجات كلها برضه بتكلف، يعني اي حاجه دلوقتي بتكلف، يعني روح ازاز زي كده مثلا تكلفته عاليه، اللي هو ده سكريت 10 مللي طول 3 متر 30 في عرض متر، يعني العرض معايا هنا متر. طبعا عملت فيه الحوض اللي هو الشاشه 50 بوصه اللي انتم شايفينها حضراتكم دي،
الحوض ده انا كنت وضحته لحضراتكم. طبعا هو سهل يعني طريقته سهله مش مفيش مشاكل. هي عباره بس عن بيبقى معاك ترابيزه متفرغه زي كده ولوح ازاز معاك يبقى مثلا 10 مللي او 8 مللي اقل حاجه، لكن ما تحملش عليه مش هستحمل معاك. انما لو جبت لوح سكريت اللي معايا ده بيتحمل صدمات وبيتحمل تخبطه، حتى لو اتكسر لا قدر الله ما بيسببش اي مشاكل ولا بيعور حد. حتى لو انت مثلا ده زي اللي يعني لو حضراتكم تدخلوا محلات بيبان المحلات والحاجات دي تقريبا الازاز ده معمول منها، فالازاز لما بيتكسر ما بيعورش حد. فانت دي حاجه. تاني حاجه هي دي اهم حاجه، تاني حاجه المتانه بتاع الازاز نفسه، الازاز جامد يعني خبطت مهما خبطت لو بشاكوش حتى مش هتكسره او مش يعني. كنت بشوف تجارب ليه على الانترنت بصراحه يعني تحمله كان رهيب يعني. اللوح المتري كان واحد واقف وزنه 70 كيلو عليه او 75 كيلو كان بيقف فوقيه واللوح بيروح يجي معاه كده وما كانش بيتكسر زي ما انتم شايفين حضراتكم. طبعا هنا برضو حطينا بعض العدد معانا، الاجهزه دي اجهزه الافو معايا وبعض العدد معايا هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم. ودي طبعا المواد اللي احنا بنشتغل بيها، ولسه في شويه حاجات تانية ان شاء الله بحاول اشارك مع حضراتكم كده اول باول بحيث حضراتكم تعرفوا احنا وصلنا لايه، او لو حد عنده برضو عايز ينظم مكان عنده ممكن ياخد فكره من هنا ينظم بيها مكانه. وكلنا يعني بنشارك مع بعضينا الشغل. طبعا في شغل الشاشات عندي هنا، المكاتب انا مستفيد منها يعني. عندي هنا في المكتب هنا انا هنا بص الشاشات ايه الشاشات اللي معايا دي كلها دي فيها شغل، دي اللي انا هشتغل فيها. معايا هنا حوالي يعني حوالي 6 شاشات هنا. هنا في طبعا حط ومعايا باور سبلاي تاني، لكن لسه بننظم برضو المكان لسه في شويه، لكن هنبدا نشتغل علشان الوقت لان الواحد يديله فتره ما يعني ما اشتغلش بسبب التنظيم وانه نقل من مكان لمكان. فطبعا كل ده بياخد معانا وقت والله المستعان. ومش هطول على حضراتكم يعني، بحب اشير قصه مع حضراتكم علشان تعرفوا احنا وصلنا لفين. طبعا هو لسه في شغل تاني وفي ترتيب وده وده، لكن ان شاء الله باذن الله هنبدا نشتغل وواحده واحده برضو اللي هنعوزه هنعمله. لكن مش هينفع نفضل واقفين كده فتره علشان برضو الشغل ما يتاخرش عندنا، لان في شغل اتاخر طبعا بسبب ان احنا كنا بننقل من مكان لمكان والتنظيم واخد معايا وقت طبعا حاجات كتيره. وانا قعدت الخرده وحاجات زي كده يعني طلعت حاجات كتيره، السفارات صفيتها، الكرتونه دي مليانه بالسفارات اللي عندي دي كلها، دي دوائر السفارات انا مفككها يعني. كان في حاجات ممكن تشتغل او كده لكن انا بفككها اخد منها قطع غيار، لان الريسيفر انت لو فكيته لو بحته مش هيجيب معاك حاجه يعني. لو ريسيفر من الكبار دول هيجيب معاك بتاع 120 جنيه بالكتير خالص لو هتبيعه، او 100 جنيه برمود لملف وقنوات. انما انت لو قطعته هتستفيد منه اكتر يعني، لا هتحط رمود ولا هتحط ملف وقنوات دول بمبلغ لوحدهم، غير انك انت هتاخد منه دايره باور ممكن تستفيد بيها باي شغل تركبها للريسيفر التاني، او تاخد منه دايره مازر بورد او اللوحه الام بتاع الريسيفر تركبها للريسيفر التاني، فتلاقي استفادتك اكبر من بيعه. وانا بحب الشبيع بصراحه يعني، انا بقى عندي مثلا ريسيفرات هي كل الريسيفرات دي في حاجات بتاعتي وحاجات بتاع زباين، لكن معظم بتوعتي يعني كان عندي كميه كبيره لكن انا صفيتها، فما خليتش غير اللي معايا دول كده، قلت خليهم ربما يعني الواحد يحاول ياخد منهم ريسيفر او حاجه او يظبط منهم حاجه تاخد ريسيفر ولا حاجه. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده الوضع، لكن هو في شغل تاني ان شاء الله. طبعا هو العمليه على قد يعني، حتى الدهان زي ما انتم شايفين حضراتكم يعني ايه، انا عشان اخلص بس ما اهتمتش بالدهان قوي، انا غيرت اللون علشان الاضاءه فقط لا غير، وعشان الحق انا اقول لك ان شاء الله انا هبدا يعني بعد فتره كده ان شاء الله هنبدا ندي وش هنا تاني للمكان عندنا. لكن بعد شويه ان شاء الله في الداخل هنا هنعمل زي ستاند كده المطبخ اللي عندنا ده، هنعمل زي ستاند كده تاني، يشيل معايا اجهزه تاني، دور تاني زي كده مثلا، يشيل معايا اجهزه تاني بحيث استفيد بكل المكان. لان زي ما انتم شايفين حضراتكم التلفزيونات يعني التلفزيون هنا بياخد مكان كبير جدا. فطبعا انا برضو عشان ما اسحبش الدنيا واحنا انا بتخنق بصراحه من يعني العدد لما والاجهزه لما تكون كتيره ومش منظمه وكده. وزي ما انتم شايفين حضراتكم يعني الواحد نقطتين زي كده برضه مش هيكفوا، لكن هننظم نفسنا ان شاء الله باذن الله بحيث اخلي الشغل كله
مفيش حاجة تقعد معانا هنا إن شاء الله، أو تتأخر، أو لو زبون ساب حاجة ولا كده مش هخليه تسيبها، زي ما كنا بنعمل كده، والواحد كان بينسى الزبون لحد ما الزبون يفتكر حاجته ويجي ياخدها. طبعا ده شغل معايا اهو، كل ده لسه هناخده جوه إن شاء الله، بتحط بره بس عشان المكان. دي كلها شاشات، أنا برضه دي شاشات برضه معايا. الله المستعان، مش هطول على حضراتكم، وكده نختم الفيديو بتاعنا النهارده. وزي ما تعودنا مع حضراتكم نختم كلامنا بالصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.